ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز اختتم يوم الجمعة الماضية زيارة إلى البحرين استمرت لمدة 4 أيام. الزيارة اعتبرتها الخارجية البريطانية تندرج في إطار تعزيز العلاقات الحارة بزعمها مع دول الخليج وخاصة البحرين، فيما ادعى متحدث باسم الأمير أنه على وعي بأوضاع حقوق الإنسان التي سيثيرها مع المسؤولين في البحرين. فهل حققت الزيارة أهدافها؟ وما هي أبرز النتائج التي تمخضت عنها؟ هدف تعزيز العلاقات مع العائلة الحاكمة في البحرين تحقق عبر افتتاح الأمير تشارلز لأول قاعدة عسكرية بريطانية في منطقة الشرق الأوسط، والتي احتضنتها البحرين وتحملت معظم تكاليف بنائها. The British government's strategy for expanding its military presence in the Persian Gulf, which is an explicit strategy as part of their new policy of rolling out and creating new military bases around the region. This includes a new military base in Bahrain. الأهداف غير المعلنة للزيارة والتي ترتبط بالترويج للأسلحة البريطانية فلا يمكن معرفتها إلا بعد حين، وكما حصل في زيارات سابقة لتشارلز إلى المنطقة وعقبتها إبرام صفقات لشراء الأسلحة، حتى وجه حقوقيون اتهامات للأمير بأنه سفير صناعة الأسلحة. السلطات الحاكمة في البحرين سعت هي الأخرى لتوظيف زيارة الأمير تشارلز لتلميع صورتها المتهالكة عبر التركيز على ما تسميه بالتسامح الديني، والذي حاولت السلطات تسويقه عبر تنظيم زيارات للأمير إلى معابد هندوسية ومساجد وهابية والالتقاء بأعضاء من الجالية اليهودية. لكن الأمير لم يكلف نفسه عناء زيارة الدراز المحاصرة والتي تضم منزل الزعيم الروحي للشيعة آية الله قاسم، الذي أسقطت السلطات جنسيته البحرانية. ولم يكلف الأمير تشارلز كذلك نفسه عناء زيارة القادة السياسيين للأغلبية الشيعية والقابعين في السجون، ولا زيارة أبرز حقوقي الخليج وهم عبد الهادي الخواجة ونبيل رجب. ولا يبدو أن الأمير أثار موضوعة حقوق الإنسان مع السلطات، إذ استدعت السلطات فورا المناضل إبراهيم شريف على خلفية تصريحات له حول زيارة ولي العهد. إذن كانت أبرز نتائج الزيارة ترسيخ الوجود العسكري البريطاني في المنطقة والتعهد باستمرار دعم النظام الخليفي ولو بتحول الأمير تشارلز إلى شبكة علاقات عامة لتلميع صورة النظام، وأخيراً المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.